وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار سعادة النائب أحمد الدمساني رئيس وفد مجلس النواب المشارك في أعمال المنتدى البرلماني العالمي الثالث حول أهداف التنمية المستدامة في بالي، أشار إلى أهمية المشاركة في مثل هذه التجمعات البرلمانية الدولية التي تبرز تجربة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كان إلى صدى كبير وفعال، ومشاركة مملكة البحرين في هذا الحدث كان له إيجاز قوي جدا، وتصدرنا تقريبا حسب تصوري أن الكلمة التي ألقيناها في هذا المؤتمر أن مملكة البحرين مستمرة والبنية التحتية مختلفة تماما عن باقي ما سمعناه من الدول. رأينا أن مملكة البحرين تتطور ازدهار مستمر تحت قيادتنا الرشيدة تحت جلالة الملك المفدى، وقد استفدنا أيضا من بعض المجريات والأحاديث التي دارت ما بين جميع الدول أو جميع المنتدبين في هذا المؤتمر.